السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم ترحيب اللي اطلع عليكم اليوم هذه الحلقة بسلسلة من المواضيع الشيقة والمهمة ومع مواكبة لأبرز الأنشطة والفعاليات اللي بتحتضنها بلادنا الغالية قطر. يا مرحبا وسهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الاعزاء. في حلقه الليله ايضا نستقبل كوكبه من اصحاب الاختصاص ونتابع معهم مواضيع تنمويه واقتصاديه ودينيه متنوعه. نعم باذن الله مشاهدينا الكرام، اما البدايه بتكون مع افتتاح معرض قطر الدولي للاغذيه اللي تستضيفه حديقه متحف الفن الاسلامي. اجواء هذا الافتتاح المميز نتابعه في التقرير التالي. إثر نجاح كبير في السنوات الخمس الماضية، احتضنت حديقة متحف الفن الإسلامي أمسية افتتاح النسخة السادسة من مهرجان قطر العالمي للأغذية، وذلك بحضور سعادة الشيخ المياس بنت حمد الثاني رئيس مجلس أمناء متاحف قطر وعدد من كبار الشخصيات من داخل قطر وخارجها. ويستقطب المهرجان زوارا من مختلف الدول والثقافات حول العالم، وذلك بغية تذوق الأطعمة الشهية من مختلف المطابخ العالمية، فضلا عن المشاركة في الفعاليات والمسابقات الترفيهية المختلفة المقامة على هامشه، كما يتيح الفرصة أمام قطاع الضيافة القطري لعرض أفضل ما لديه. تنظم الهيئة العامة للسياحة بتعاون مع الخطوط الجوية القطرية مهرجان قطر العالمي للأغذية المقام في حديقة المتحف الإسلامي من تاريخ 24/3 لتاريخ 28/3. طبعا السنة في عدة فعاليات المهرجان بنسخته السادسة في القسم القطري التركي، وهو تبادل الثقافة القطرية التركية بما أنها سنة قطر تركيا. المرة الأولى سوق الانستغرام، وهو دعم للشباب القطريين اللي عن طريق الأكاونت في الانستغرام. عندنا للمرة الثالثة دينر ان ذا سكاي اللي هو عشاء على السماء، عندنا الباربيكي دونات، عندنا مراكب سوق واقف، المراكب التقليدية، زيادة 15% بعدد المشاركين من الفنادق والمطاعم. بيكون موجود مسرح للفعاليات طوال فترة المهرجان، بتكون في عدة فعاليات على المسرح. طبعا المرة الأولى يصاحب المهرجان الألعاب النارية الموسيقية من أول يوم لختام المهرجان. يذكر أن مهرجان قطر العالمي للأغذية استقطب في العام الفائت نحو 120 ألف زائر، وإن كانت التوقعات تشير إلى زيادة في عدد الزوار لهذه الدورة تصل إلى نحو 30%. في موضوع آخر، تعتزم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إطلاق النسخة الجديدة من تعداد السكان في قطر، وذلك بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني بهدف إجراء مسح ميداني لعدد السكان في الدولة من خلال التعرف على التغير العمراني في المباني والمساكن ومنشآت الأعمال ونشاطها الاقتصادي وأنماط توزيعها على أراضي الدولة. نعم، للمزيد عن هذا الموضوع معنا الليلة في الاستوديو سيد منصور المالكي مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء. مرحبا وسهلا فيك معانا منصور في ترحيب. الله يحييكم. يا مرحبا وسهلا. يا مرحبا بك. احنا عندنا يمكن تقرير خالد قبل ان نبدا حوارنا مع ضيف مشاهدينا الكرام. قبل لا نبدا حوارنا نتوقف مع تقرير عام عن اهميه الاحصاء السكاني وبعدها نكمل حوارنا. في إطار رصد مدى تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، تعكف وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني على تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت العامة 2015
تعداد هذا العام سيكون على غرار آخر تعداد أجري عام 2010 ويشمل جميع السكان من المواطنين والمقيمين، ويقدم صورة مفصلة عن حالاتهم وظروفهم، ويتيح إجراء المقارنة بين المناطق والفئات الاجتماعية المختلفة في الدولة. يهدف التعداد إلى قياس التغير في التركيبة السكانية للسكان حسب البلديات والمناطق وفق تقسيمات جغرافية أو وظيفية أو تخطيطية. وتكمن أهمية التعداد في توفير احتياجات الجهات الحكومية والأكاديمية ومراكز البحوث من البيانات الإحصائية اللازمة لأغراض التخطيط والبحث العلمي، فضلاً عن مساهمته في تسهيل الدراسات الاجتماعية والاقتصادية في الدولة. وسيعتمد التعداد في تنفيذه بشكل رئيسي على السجلات الإدارية للوصول إلى البيانات اللازمة بهدف التقليل من كلفة التنفيذ والحد من الزيارات الميدانية. بقي التنويه إلى أن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء حددت يومي 20 و21 من شهر إبريل القادم فترة للإسناد الزمني لهذا التعداد. شفنا التقرير مشاهدينا الكرام عن التعداد السكاني، ونرجع لضيفنا منصور المالكي مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة التخطيط والتنموي والإحصاء. أحمد، في البداية لو يعني تطلع مشاهدينا على تفاصيل استعداداتكم لإطلاق التعداد السكاني للدولة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر قناة الريان على هذه المقابلة. الحقيقة احنا بدأنا في الإعداد لهذا التعداد منذ ما يقارب من 6 أشهر، حيث تم إعداد الخطة التنفيذية والخطة التحضيرية لإجراء العمليات الميدانية وتحليل البيانات ومراجعة البيانات. كل هذا تم وضع الخطة للتمكن من إجراء التعداد وتحقيق الأهداف المنشودة، وتم بالإضافة إلى ذلك أيضا اختيار العاملين الذين سيقومون بجمع البيانات من الميدان وتجهيز الأنظمة والتكنولوجيا والبنية التحتية، كلها تم تجهيزها للانطلاق إن شاء الله في جمع البيانات من الميدان. جميل. أبو أحمد، أنت ذكرت أن أنتم مستعدين لها من 6 شهور، لكن إن شاء الله متى بيبدأ؟ إن شاء الله حسب الخطة الموضوعة سيبدأ العمل بجمع البيانات من تاريخ 1 إبريل إلى نهاية مايو. جميل. هذه الفترة لجمع البيانات من الميدان. طيب، هذا الإقامة المرة الخامسة تقريبا التعداد السكاني الشامل. بالضبط. لو نتكلم عن ما يميز التعداد هذا عن التعداد السكاني اللي قبله. هذا التعداد حقيقة هو التعداد نسميه منتصف المدة. عادة في دولة قطر نجري التعداد كل 10 سنوات، بحيث آخر تعداد كان في 2010، والتعداد المقبل سيكون في 2020 إن شاء الله. لكن بحكم الزيادة السكانية والنهضة العمرانية التي شهدتها الدولة، ارتأينا أن نجري هذا التعداد، وذلك لقياس النمو السكاني الذي حصل في دولة قطر لرفعه إلى متخذين القرار واتخاذ الخطط بناء على هذه الزيادة. لذلك تم اتخاذ القرار لإجراء هذا التعداد، ولكن ليس بكامل الأسئلة أو الاستمارات التي ستلقى على المواطنين والمقيمين، ولكن استمارة مصغرة، لذلك هو يسمى التعداد العام المبسط. التعداد العام المبسط. المبسط. نعم. إيش المؤشرات اللي ركزتم عليها في تعداد سكان لهذا العام؟ وفي نفس الوقت هل أنتوا يعني رعيتوا التوزيع الجغرافي؟ يعني يمكن ذكرت لي تحت الهواء أبو أحمد إحنا توزعون دولة قطر إلى قطاعات. بالضبط. 6400 قطاع. مربع تعدادي. مربع تعدادي. صحيح. طيب، لو بنتكلم شيء عن المؤشرات اللي ركزتم عليها هذه. نعم. السنة، وبعدين نروح حق طريقة المسح. بالضبط. احنا حاليا ركزنا على لقياس التركيبة السكانية، لقياس عدد المباني، استخدام الأراضي الذي سيتم، وبعض المؤشرات المعنية بالنواحي الاجتماعية، مثلا الأعمار، فئات السكان، الحالات التعليمية وما ذلك. هذه قمنا بأخذها في الاعتبار، وذلك لرفعها وفي تقارير إلى المسؤولين. نعم، يعني أنا بعرف مثلا كم عدد الأشخاص عندي في الدولة اللي أعمارهم من سن كذا إلى سن كذا. نعم. المتعلمين، الغير متعلمين، حالتهم الصحية مثلا بعد، ولا ما راح تدخل في هذه؟ نعم، في هذا التعداد لن نقوم بجمع البيانات الخاصة بالصحة، ولكن اقتصر على الاستمارة المصغرة التي سيتم من خلالها جمع اسم الفرد،
الأعمار والجنسيات الموجودة، وذلك مثل ما قلنا على أساس أن احنا نقدر نبني عليها الخطط المستقبلية الاستراتيجية. طيب طريقة التعداد، انت ذكرت لي أبو أحمد أن توزع إلى قطاعات سكانية 6400 قطاع. أيوة بالضبط. نعم. طيب شلون الآلية طريقة هذه التقسيم؟ طبعا احنا وضعنا في الاعتبار لدينا عدد من العاملين، ما يقارب 300 عامل سيكونون في الميدان لجمع هذه البيانات. تم تقسيم أحمال هؤلاء العاملين بحسب المدة التي سيتم جمعها خلال الشهرين هذه. يعني الشخص الواحد على سبيل المثال ممكن يجمع 500 أسرة، وذلك لضمان الانتهاء من العمل الميداني خلال مدة الشهرين. طبعا وضعنا في الاعتبار التوزيعات الجغرافية للعمران والتركز السكاني وين أكثر وين أقل. بالضبط، يعني في المدن ركزنا بعدد أكبر من العاملين، وذلك ضمان استيفاء البيانات وجمع كل ما هو موجود في دولة قطر سواء كان من أفراد أو حتى مباني. جميل. أبو أحمد، يمكن إحنا كلنا تعودنا أن تعداد السكانيات اللي طافت أنه يجيك موظف يدق عليك الباب ويعطيك الاستمارة أساس أنك أنت تعبيها. خلنا نتكلم عن السنة هذه، العمل هذا يحتاج العديد أو الكثير من المثابرة وأيضا الخبرة أنك بالتعامل بعد مع راعي البيت وكذا. خلنا نتكلم، ذكرت لي 300 تقريبا موظف ميداني راح يكونون موجودين لتوزيع الاستمارات وعمل الإحصاء. خلنا نتكلم عن الكوادر ذولا، ما مدى تأهيلهم وشلون؟ بس اسمح لي، بالنسبة لعملية جمع البيانات في هذا التعداد سنقوم باستخدام التكنولوجيا لجمع البيانات. جميل. باستخدام الكمبيوتر الكفي، حيث يتم جمع البيانات من خلال هذا الكمبيوتر الكفي، واللي بيسهل العمل الميداني بشكل كبير، حيث تم تغذية هذه الأجهزة ببيانات مسبقة ومخزنة على مستوى الأفراد. فيدخل الرقم الشخصي للفرد فقط، ويطلع اسمه جنسيته وتاريخ الميلاد. نعم. وذلك تم استقطاب البيانات من مصادرها وتغذيتها في هذه البيانات. يعني يقعد الموظف مع رب أسرة البيت مثلا ياخذ منه البيانات ويمشي أو كيف؟ هناك نوعين حقيقة من عملية جمع البيانات. أولا أتحنا استمارة إلكترونية حاليا موجودة على الموقع الإلكتروني للوزارة، بإمكان أرباب الأسر الدخول إلى هذه الاستمارة و التسجيل لاستيفاء البيانات من خلال الاستمارة التي سيتم إتاحتها من أول أبريل. هذه أيضا نوع من التسهيل على الأسر، بدلا من أن ينتظروا العداد لزيارتهم وأخذ وقت أكبر لجمع البيانات، رب الأسرة بإمكانه من خلال الدخول إلى هذه الاستمارة. وهناك أيضا آلية لمنحه اسم مستخدم وكلمة السر لضمان أنه هو بالفعل يقوم بإدخال هذه البيانات، وبالتالي التخفيف على الأسر من مدة الزيارة وجمع معلومات بسيطة فقط من الأسرة إذا قام باستيفاء بيانات كافة الأفراد على هذه الاستمارة الإلكترونية. أبو أحمد، شلون يدخل على هذه الاستمارة؟ هل يأخذ رقم المستخدم؟ هل لازم يتواصل معاكم؟ أو في آلية، شنو هي الآلية اللي ممكن؟ الآلية حاليا احنا متيحين، تم إتاحة هذه الاستمارة على الموقع الإلكتروني للوزارة، بحيث يمكن الدخول إلى هذا الموقع ويقوم رب الأسرة بتسجيل الرقم الشخصي، الاسم ورقم الجوال. الجوال يهمنا حقيقة هنا، لأننا سنقوم بإرسال كلمة السر واسم المستخدم على هذا الرقم الذي سيدخله رقم الأسرة. تأكدون على اسمه، رقم الجوال باسم رب الأسرة، على هالأساس أنتم تبعثون. بالضبط. بالإضافة إلى رقم الكهرباء، حيث سيتم الاستدلال على موقع المنزل. نعم. من خلال هذه. يعني أي حد يسمعنا الحين من المشاهدين يدخل على وزارة موقع وزارة التخطيط. بالضبط. التنموي والإحصاء. نعم. وراح يحصل هذه الاستمارة موجودة. موجودة. يبعث لكم. يدخل البيانات على الاستمارة الإلكترونية. نعم. وراح يجيه الرقم السري. بالضبط. نعم. جميل. مثل يعني هذه التعدادات أبو أحمد، أكيد أن لها أهمية كبيرة في دفع عجلة تنمية. تنمية في قطر. نعم. فلو نتكلم عن هذا، إيش يعني هذه القضية بصفة خاصة، إيش فائدة هذا التعداد لدفع عجلة التنمية في دولتنا الحبيبة؟ سؤال جميل. حقيقة إحنا لا نقوم ببذل هذه الجهود وصرف الميزانيات إلا لخدمة هذا البلد، بحيث أن يتم التعرف على احتياجات الدولة. كما تعلم لدينا استراتيجيات موجودة، خطط، مشاريع تنموية وما إلى ذلك. كل هذه الخطط والبرامج بحاجة إلى بيانات حديثة، لذلك يتم جمع البيانات بما يتوافق مع هذه الاحتياجات، بما يتلائم مع الخطط والبرامج المرسومة لقياس الزيادة في العدد السكاني، بالإضافة إلى النمو العمراني الذي تشهده الدولة. لذلك يجب أن يكون لدى متخذ القرار بيانات حديثة يبني عليها خططه استراتيجية ومستقبلية. بالضبط.
جميل. لو نتكلم عن تعداد السكاني، طبعا هو يتيح لك التعرف على كافة البيانات، سواء منها بيانات سكانية أو بيانات المباني حتى. نعم. لو نتكلم عن هذه المعلومات اللي أنت راح تكتبها من ناحية الإحصاء، شو ممكننا يستفيد منها صناع القرار، سواء من إداريين، باحثين، طلبة وغيره، شو ممكن يستفيدون منها؟ نعم، هذه البيانات طبعا بعد ما يتم جمعها يتم معالجتها ويتم أيضا توزيعها على حسب المناطق الجغرافية. لدينا تكنولوجيا تسمى تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية، يتم نشر هذه البيانات وإسقاطها كل معلومة حسب موقعها. لذلك سيكون لدى متخذ القرار أو مخطط التوزيعات الموجودة على خارطة قطر، وبإمكانه وضع الخطط فيما يخص التعليم، المستشفيات وما إلى ذلك، وحتى المساجد بحسب الزيادة السكانية في هذه المناطق بما يتوائم مع الاحتياج، بالإضافة إلى الاحتياج المستقبلي لضمان عدم الازدحام على هذه المرافق العامة. جميل. وتلبية الخدمات حسب العدد الموجود. يعني أساس تعرف مثلا أنا مثلا مسؤول بلدية الفلانية أو كذا وماسك المنطقة الفلانية، أعرف أن مثلا هالمنطقة هذه قاعد تتزايد فيها إعداد السكان بشكل مثلا مكثف أو زايد. صحيح. أوسع مثلا شوارع، أوسع المباني وكذا. بالضبط. نعم. احنا يعني حديث شيق صراحة أبو أحمد معاك سيد منصور المالكي مدير إدارة نظم معلومات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. قبل ما نختم معك بشكل سريع بس احنا نبي ناكد ان مندوبي الوزاره اللي راح يوصلون لبيوت الاسر، احنا طبعا من مجتمع محافظ، فهل راح اكيد ان راح يراعون السريه في جمع هذه البيانات؟ بالضبط ابو احمد. نعم طبعا الاختيار العاملين الذين سيقومون بجمع البيانات تم اختيارهم بدقه، وهم من اصحاب الخبره في عمليه جمع البيانات، بالاضافه الى اعطائهم المحاضرات في كيفيه فن التعامل مع أرباب الأسر. نعم. طبعا هناك فن تعامل وأيضا سرية كاملة في المعلومات اللي تطلع. وانتمنى لكم التوفيق. الله يعطيك العافية منصور مالك مدير إدارة نظم المعلومات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، شكرا لك وبيض الله وجهكم على جهودكم. ما قصرت. شكرا لك وبالتوفيق إن شاء الله. مشاهدينا الكرام نطلع فاصل وبعدها بنتابع. واقع محطة الرصد الجوي في رويس وخطط تطويرها.